اهلا بيك في قناتك وناس، معاكم احمد عمرو. فيديو النهارده برضو كاتب كتير في الكومنتس هو موضوع التشيت داي او موضوع الفري داي او موضوع ان انا اخد بريك او راحه من الدايت. هل الموضوع مهم؟ هو الموضوع مهم طبعا، لان انا ما ينفعش ان انا هبقى مقلل الكالوريز بتاعتي على طول، بوصل لمرحله ان الميتابوليزم بتاعي بيقل او الحرق بتاعي هيبتدي يقل، فهبتدي ان انا هعمل زي بلاتو في موضوع نقص الوزن وان انا وزني مش هينقص تاني. فمجرد ما ان انا هعمل يوم بريك من الدايت، او هنقول كل الاستراتيجيات اللي احنا ممكن نعملها موضوع البريك من الدايت، هيبتدي الميتابوليزم بتاعي يرجع تاني. طبعا في استراتيجيات كتير او في افكار كتير ممكن انت تعمل بيها الموضوع دوت. ممكن ان انا هعمل 6 ايام انا باكل الكالوريز بتاعتي اقل من اللي انا بحرقها، ويوم واحد هزيد الكالوريز بتاعتي 300 كالوري ل 500 كالوري فوق المينتيننس ليفل او فوق الكالوري اللي انا المفروض اكلها عشان احافظ على جسمي. الفكره ان انا هزيد الكالوريز بتاعتي بس، فانت ممكن تبقى بتاكل برده كلين، يعني نفس الاكل اللي انت محافظ عليه هتاكله برده في الايام اللي انت البريك، بس هتزود الكميه بتاعتك شويه. وممكن في ناس ثانيه بتاخد اوف خالص ان هي بتاكل كل اللي هي عايزاه، اي كميه اي حاجه. عموما الطريقتين ممكن، يعني الطريقتين ممكن، بس طبعا اكيد الطريقه الافيد هي الطريقه الاولانيه، ان انا هاكل نفس الاكل اللي هو اكل كلين، اكل نظيف، بس هزيد الكميه بتاعتي شويه. وبرده في سؤال كان بيتسال كتير جدا وسؤال مهم قوي انا لازم اجاوب عليه، هو موضوع لما اوزن نفسي تاني يوم بعد يوم التشيت داي بلاقي نفسي زايد 2 كيلو 3 كيلو، في ناس بتلاقي نفسها زايده 4 كيلو. الكلام ده بيجي من ايه؟ انت عمرك ما هتزيد 4 كيلو دهون في يوم واحد، دي حاجه مستحيله، يعني مش هتعرف تعملها حتى لو اكلت 10000 كالوري اليوم بتاع التشيت داي. بس زياده الوزن دي بتبقى عباره عن ايه؟ ديت اكيد ميه زياده، يعني الاكل اللي انت اكلته اكيد كان فيه سكريات كتير، اكيد كان فيه كربوهيدرات كتير، اكيد كان فيه ملح كتير. الكلام ده كله هيخلي جسمك يخزن ميه زياده، فزياده الوزن اللي بتبقى تاني يوم ديت معظمها بتكون ميه، فمحدش يقلق قوي من موضوع زياده الوزن دوت. على اخر الاسبوع اللي جاي هتكون نزلت اكتر من الاسبوع اللي فات. طبعا هنعمل الموضوع دوت كل قد ايه؟ في برضه استراتيجيات مختلفه للموضوع ده، في ناس بتعملها مره في الاسبوع وفي ناس بتعملها مره كل اسبوعين. انا عن نفسي بنصح لو انا الدهون بتاعتي قليله، لو انا يعني اقل من 20% دهون تقريبا بالنسبه للولاد، اقل 30% دهون بالنسبه للبنات، ممكن اعملها مره في الاسبوع. لو انا اكتر من كده، يعني الدهون عندي بالنسبه للولاد 24 او للبنات فوق ال 34، فالاحسن ان انا اخليها مره كل اسبوعين. في ناس ثانيه بتعمل موضوع البريك من الدايت ان هي تعمل اسبوعين ورا بعض هي الكالوريز بتاعتها اقل، وممكن تعمل اسبوعين ثانيين الكالوريز بتاعتها قد الكالوري اللي هي هتخليها تحافظ على وزنها. ممكن اخر حاجه في الفيديو اقولها بالنسبه لي انا بعمل ايه في موضوع التشيت داي. انا عموما ما بعملش اي تشيت دايز، انا ممكن ازود الكالوريز بتاعتي يوم او يومين في الاسبوع، ومش ببقى منقي اليومين دولت، هو بخلي الموضوع طبيعي، بخلي الموضوع ناتشرال خالص. انا اليوم دوت او اليومين دول بحس ان انا جعان فيهم اكتر، باكل فيهم اكتر. لو هعمل تشيت داي بجد فده لو عندي مناسبه، لو عندي عيد ميلاد، لو عندي اي مناسبه انا هحضرها او اي حفله انا هحضرها، فما فيش مشكله، مش هتفرق خالص. الموضوع دوت اكيد مش بيبقى مره في الاسبوع ولا حتى مره في الشهر، ساعات بيبقى اقل بكتير، ولما بروح باكل اكتر من اي حد موجود في المناسبه ديت. واللي مساعدني ان انا احافظ على الدايت بتاعي هو ان انا بحب الاكل اللي انا باكله، يعني انا طريقه الاكل اللي انا باكلها، الاكل اللي انا بختاره كل يوم انا ما بزقش منه، فانا بالنسبه لي ممكن اقعد اكل الكلام دوت كل يوم مش هزق. اخر الفيديو، اللي عنده اي سؤال بالنسبه للموضوع دوت يا ريت يكتب لنا في الكومنتس، لو في اي افكار احنا ما غطيناهاش يا ريت برضه تكتبوها لنا، ممكن نعملها في فيديو تاني. شغلوا زر التنبيهات عشان ما تفوتكوش اي فيديو جديد. اللي عايز برنامج فيه كل العدات والمجموعات ممكن يتعمل في البيت، مش هتحتاج غير عقله، هيلاقي الرابط في الشرح.